السودان قلب أفريقيا النابض بالحب والحياة والنماء، نهر النيل، الغابات الاستوائية، الجبال والسهول والوديان، الأمطار والرطوبة، الدفء والحرارة، تقدر مساحته بحوالي 750 ميل مربع، ويمتد على الجزء الشرقي من قارة أفريقيا بين خطي العرض 8.5 وحتى 23.8 شمال خط الاستواء، وخطي الطول 21.49 وحتى 38.34 شرقا. ويتمتع السودان بخط ساحلي يمتد لحوالي 700 كيلومتر على طول البحر الأحمر، وللسودان حدود مشتركة مع 6 دول عربية وأفريقية. سادت في بلاد السودان المسيحية الأولى، وازدهرت معها حضارات الممالك السودانية مثل نبتة ومروي، وعمرت مدن دونغولا بدور العبادة مع الأهرامات تروي تاريخ تلك الحقبة، وتعرف بحدود الدولة وامتداداتها الشمالية والجنوبية في أفريقيا. وفي منتصف القرن السابع الميلادي هل على البلاد وفد الإسلام مهاجرا يحمل النور، لتبدأ بعده البلاد مرحلة جديدة من تاريخها توثق لقيمها وفطرة إنسانها الخير المعطاء. ستشهد أرض السودان قيام دولة سنارة الإسلامية، ومناهج من العلوم وقيم ونظم تتنزل على الناس بركة وعدلا وأمنا، بديلا ينهي القبلية والعصبية ويوحد دويلات السودان القبلية الصغيرة ويرتقي بالسودان الواحد. وتشهد البلاد فترتي الحكم التركي عام 1821 والحكم الإنجليزي ردحا من الزمان، حتى تنفست البلاد عبق الحرية على يد أبطال الحركة الوطنية أمثال الشهيد وتحبوبة وعبد الفضيل الماز وعلي عبد اللطيف، ويصبح السودان حرا مستقلا في العام 1956، وبدأت الحكومات الحزبية والعسكرية تتعاقب على حكم البلاد تحاول بناء السودان، حتى جاءت في النصف الثاني من العام 1989 حكومة الإنقاذ الوطني، وبدأت في إرساء قيم الحرية والمساواة، وعقدت المؤتمرات واللقاءات حتى مهدت لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة في مجال العمل السياسي في أفريقيا، واعتمدت نظاما سياسيا ودستورا دائما يعتمد في شرعيته بعد إجازة المجلس الوطني على استفتاء شعبي شامل يمثل رمز بقائه وعناصر حمايته وقدسيته. وشهدت البلاد طفرة في كل المجالات الحيوية والتنموية والاقتصادية، البترول، الزراعة، الرعي، وتطور الصناعات الخفيفة والثقيلة. في العام 2011 شهدت البلاد مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد اتفاقية نيفاشا التي قضت بعمل استفتاء كفل للجنوبيين حق الانفصال لتصبح جمهورية السودان. أما النشاط الزراعي فنجد في وسط البلاد مشروع الجزيرة لزراعة القطن والقمح، بينما تحتل ولاية كسلا المرتبة الأولى في شرق السودان إنتاجا للفواكه، وتنفرد منطقة الجدارف بزراعة الذرة المحصول الرئيسي للسكان، وتمتلك صومعة ضخمة للغلال تسهم في تطوير الصادرات. وخلف جبال الفاو يمتد مشروع الرهد الزراعي بمساحات شاسعة تكتسي خضرة وثمارا وحبوب. في مجال الموارد المائية تنعم البلاد بنهر يجوب البلاد من جنوبها إلى أقصى شمالها في تعرجات تنعطف شرقا وغربا،
تزيد شبكتها المائية انتشاراً عدد من الفروع النهرية حتى تتلاقى عند الخرطوم، ويجري بعدها نهر النيل ليزيده نهر عدبرة اتحاداً وقوة بعد مسيرة 400 كيلومتر. وفي مجال الصمغ العربي، يعتبر السودان المنتج الأول والأوحد في أفريقيا، إذ يوفر أكثر من 80% من احتياجات العالم. وعملت الدولة على إنشاء مصانع بورت سودان لتسهيل عمليات الصادر، وتعد ولايات غرب السودان مواقع الإنتاج الرئيسية لمحصول الصمغ، إيماناً بدور رأس المال في إعادة البناء ورسم خطوط الإنتاج الحقيقي. قامت مصانع الغذاء والدواء ومطاحن الغلال لتسهم في التطور والنماء. تضاهي مصانع السكر بكنانة والنيل الأبيض وعسلايا والجنيد والسنار وحلف الجديدة، والتي فاقت شهرتها ومنتجاتها كل الصادرات الأفريقية جودة ونوعا وكفاءة ووفاء بالتزاماتها، ونظم التجارة المحلية والعالمية. إن توفر الموارد الطبيعية والبشرية دفع مع قوانين الاستثمار المشجعة عدداً من المستثمرين للدخول في مجال الصناعات والتنقيب والتعدين والنفط وصناعته، لتشهد البلاد مراحل متقدمة في مجالات الاتصالات والتقنية وأسواق الأموال والشبكات المصرفية والبنكية. وأدخلت في مجال الاستثمار خدمات التعليم والنقل والصحة، حيث توفر للمواطن المستشفيات ومراكز العلاج المتقدمة. وتم إنشاء 26 جامعة في جميع ولايات السودان لتجني البلاد ثمرات ثورة التعليم. الغابات الساحرة والشلالات والأنهار وهبت إنسان السودان ضروبا متميزة من الفنون، انسابت ألحانه وأنغامه تشجي وتطرب النفوس، وظلت احتفالاته وطقوسه مرتبطة بأعياد الحصاد ومواسم الفرح، حتى انتظمت الفرق الموسيقية والغنائية والأندية تقارع الأوتار إبداعاً يفوق أزياء وضربات فرق الرقص والاستعراض. شارك السودان بشبابه وتجاربه وفروقه الرياضية، حتى ساهم في تكوين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،
وترأسه لسنوات عديدة، وهو اليوم يمثل حضورا في منافسات الأمم الأفريقية وبطولة أندية أفريقيا وبطولة شرق ووسط أفريقيا سيكافا ومعظم المشاركات العالمية ومنافسات العالم للناشئين والشباب وألعاب القوى، إلى أن حقق أبطاله العديد من الانتصارات خاصة في مجال سباقات الماراثون وسباقات الهجن والخيول التي شملها سباق نيال الدولي. إن المناخات التي يتمتع بها السودان وإنسانه المفعم فنا وإبداعا ومناطقه السياحية المتناثرة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثلت تنوعا أثر السياحة وصناعتها بأفريقيا التي ستكون قبلة للباحثين والسياح والمستثمرين، وتنفرد شعوبها بفنونها وطبيعتها. وفي السودان تمثيل وتجسيد لكل رغبات الزوار بدءا من مدينة سواكن، حيث الساحل الساحر والآثار والمشغولات تروي تاريخ البحر الأحمر، تحكي للمؤرخ والباحث قصة الإنسان والأرض، مساكنه وحروبه، سفنه وتجارته. وتظل منطقة جبل مرة تعبق سحرا وجمالا، أشجار الصنوبر تعلو قاماتها أمام مداخله الغربية وتعزف شلالاته على الأطراف أوتار الطبيعة الخلابة، ترسم مزارع الفواكه والخضرة لوحة تنعش الروح وتملأ النفس حيوية ونشاطا على ارتفاعات شاهقة تصل قمة الجبل لأكثر من 12,000 قدم من سطح البحر. وفي وسط البلاد تحمل الخرطوم عند ملتقى النيلين مزايا سياحية رائعة يزيدها بهاء لمسات الفنانين وأعمال شركات السياحة والفندقة، وعلى امتداد الشاطئ تجد أندية الزوارق والفنادق وصالات الألعاب والمتاحف والميادين الخضراء. هذه بعض من ملامح الحياة بالسودان، أرض التلال والغابات، السودان المشرئب في عنفوان نحو المجد يرسم خطوطه وخطواته في ثبات ويضع تجاربه أمام الشعوب
تشرق صفحات مسيرته أمام الزائر في تواضع باهٍ يزيدها ألفاً وإشراقاً.